هذه الفرصة ويتمكن اللاعب العياطي من إحراز الهدف لفائدة فريق المغرب الفاسي من بعد تضييع الكرة من طرف طارق الجرموني. إذن تأتي هفوة وتضيع الكل بالنسبة لفريق الرجاء البيضاوي، لكن ما زلنا في بداية الشوط الثاني من المباراة، دقيقة إذن الثانية من الشوط الثاني تعلن الهدف، يعني وضع الكرة في المكان المناسب بالنسبة للاعب العياطي في الوقت اللي كان عليه أنه يحصر الكرة، فكان هناك اللاعب العياطي اللي تمكن أنه يضرب الكرة، حاول اللاعب ألحاج لكن دخلت الكرة إلى المرمى، وكان هناك أيضا اللاعب حمزة برزوق. إذن التعادل بين الفريقين 1-1.